اليوم أسطورتنا تنجم تكون الصدفة هي اللي وصلته إننا نحكيوا عليه. باش نحكي لكم على بابلو إيميليو إسكوبار، كولومبي. تولد في 13 ديسمبر عام 1949 في ريو دي جانيرو. تولد في عائلة محافظة مدينة، وهذا ما خليش إسكوبار يطلع بامباس، أما هو كان مغروم بالكرة، وهو كان سبب في جعل كرة القدم الكولومبية معروفة عالميا. خلينا نبدأ من الأول. بابلو إسكوبار من صغره يحب يلم الفلوس بأي طريقة كانت، مهموش لكيفاش لمنين، وتخل في عالم الإجرام على بكري وبرع فيه على الأخر. كان يسرق في الأعمدة متاع القبور من جبابن ويعاود يبيعها في بلاصة أخرى. من بعد تخلى عالم احتراف السرقة ولا أكثر سارق محترف للسيارات. إسكوبار ذكي سريع البديهة، عنده قدرة عالية على الاستيعاب، وأي مشكلة تصير كان يقلبها لمصلحته. ذيب شارف ولت عنده بعارف، بدأ يهرب في الكرهب المسروقة حتى اللي نوصل للمخدرات. ما عنده شي مشكلة، المهم الفلوس تتلمد أكثر ما يمكن. هذه طموح إسكوبار، ولا يحب السلطة والقوة. الشيء هذا خلاه ينمي مواهبه الإجرابية، ولا قاتل مأجور. اللي يدفع أكثر هو صاحبه. مدة قصيرة وبابلو ولا من أشهر المجرمين في بلاده، والكل يقرأ له ألف حساب. في أول السبعينات الكوكايين ولا عند الناس الراقية والطبقات الغنية مظهر بمظاهر الثراء، خاصة في أمريكا. معلومة كما هذه ما تتعديش بالسهل على إسكوبار. إسكوبار وبمساعدة عصابة مدين عباوا طائرة صغيرة بالكوكايين وهبطوا بها في أمريكا، باعوا ورجعوا وما هو همام مع حتى حد. باعوا سلعة بمليارات الدولارات في دولة تعتبر الأقوى في العالم، وبدأ اسم إسكوبار يظهر على الساحة الدولية كأشهر تاجر مخدرات في العالم. أما باقي إسكوبار ما هوش راضي على روحه. إسكوبار يحب يكون أقوى رجل في العالم. بعد ما صنع إمبراطوريته بالثروة والقوة قرر أنه يدخل عالم السياسة. عام 1982 ترشح إسكوبار للكونغرس الكولومبي ونجح. القائل يقول كيفاش نجح؟ نجح خاطر عنده شعبية كبيرة، خاصة عند الفقراء. بابلو رغم أنه تاجر مخدرات إلا أنه كان كريم ويعاون، كان يبني مساكن شعبية ومدارس مستوصفات كياسات، حتى أنهم كانوا يعتبروه بطل شعبي. بعد ما دخل إسكوبار مجلس الشعب أبدت المشاكل والأعداء، وبدأوا يبربشوا وراه، يحبوا يتيحولوا بأقل غلطة، وخاصة كيفاش يروج في المخدرات. وهذاك اللي صار، القاو اللي إسكوبار شد الحبس عام 1976 بتهمة الترويج، لكن ذكاء وقوة إسكوبار كالعادة كانت أقوى. وحشية مش عادية في طبيعة إسكوبار. صحيبنا حاب يفسخ أي دليل يدينه. أول حاجة عملها أنه فسخ البيانات اللي فيها أدلة القبض عليه من سجلات وزارة الداخلية والعدل، وزيد قام بقتل زوز البوليسية اللي وقفوه، وزادت الشرطة القاتل القاضي اللي حكم عليه ميت في ظروف غامضة. أرواح اقتلها لمجرد أنه يحب يبان نظيف وسط الطبقة السياسية. لكن بعد أشهر قليلة طردوه من مجلس النواب بعد ما اكتشفوا علاقته وصيلته بتجارة المخدرات، وبعد ما كان بالحصانة ولا هرب من الشرطة الكولومبية ومن الأجهزة الأمنية المختصة الكل، وحتى من جهاز مكافحة المخدرات الأمريكية. لكن إسكوبار كان داهية، ما هو همه حتى حد. وصلت به أنه قتل رئيس مكافحة المخدرات الأمريكي وصور عملية القتل متاعه. بابلو ما يسلم منه حد. دولة بكامل أجهزتها وقفت عاجزة قدام بابلو، لنوصل الأمر بالرئيس الكولومبي سيزار جافيريا أنه يتفاوض مع بابلو إسكوبار، وقدم له عرض وكانت شروطه على قياس إسكوبار. الشروط أنه إسكوبار يسلم روحه ويوقف جميع الأنشطة الإجرامية متاعه، ويعدي ما بين 4 و8 سنين حبس، ووقتها تسامحوا الدولة على جرائمه الكل. شروط افرح بها إسكوبار، أما ما وافقش. ما وافقش على خاطر فما فصل قانوني في كولومبيا ينجموا يسلموا فيها المعتقلين المطلوبين الأمريكا ويتحاكموا في الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء هذا مخوف إسكوبار، وكان ديما يقول قبر في كولومبيا ولا زنزانة في أمريكا. عام 1991 وبقوة الفلوس نجح إسكوبار في جعل مجلس النواب يصوت على إلغاء اتفاقية تسليم المجرمين بين كولومبيا وأمريكا، وهوني وافق إسكوبار على شروط الرئيس الكولومبي وسلم نفسه في موكب اتعدى في أكثر من قناة تلفزية حول العالم. أما إسكوبار كالعادة شروطه ما توفاش، طلب أنه يتحبس في أرضه، أرضه الموجود على مدينة مدين، وما يحرسوه كان الحراس المخلصين متاعه. والحبس بين قوسين ابناء إسكوبار ووفر فيه كل مستلزمات الرفاهة. والشيء المفاجئ أنه الرئيس الكولومبي وافق على شروط إسكوبار، الفايدة أنه يوقف الأنشطة الإجرامية متاعه.
وبداو يلقيو القبض على شركاء بابلو الكل واللي يخدموا معاه واللي يعتمد عليهم إسكوبار، وشدوا أكثر من 12 معاون عندهم من القوة والسلطة الأهمية الكبيرة عند إسكوبار. وهوني بدأ إسكوبار يكشر على نيابه واستعمل الفلوس وحب الناس ليه، وهبط بلاغات تقول كل مواطن يقتل شرطي ياخذ مكافأة $1,000، أما اللي يقتل الكولونيل مارتينز رئيس فرقة البحث على إسكوبار فمكافأته تساوي $30,000. خطة جهنمية قام بها إسكوبار، استغل الجهل والفقر باش يتخلص من خصومه. لكن الأمور ما مشاتش كيما حب إسكوبار، خاصة أنه يحارب في زوز دول أمريكا وكولومبيا، وولا وطلب أنه يسلم روحه على شرط تتحل فرق البحث اللي تلوج عليه، وقال لهم كان ما تتنفذ شروطه فإنه باش يقوم بأكبر عملية تفجير في كولومبيا. لكن الرئيس الكولومبي رفض، الرئيس الكولومبي رفض حتى مبدأ التفاوض مع إسكوبار المجرم. إسكوبار طلب من جماعته أنهم يقوموا بعملية تفجير في مركز شرطة المدينة لغموا كرهبة، لكن جماعة إسكوبار ما نجموش يوصلوا بها لمركز الشرطة، والكرهبة تفجرت قدام مكتبة وكانت جريمة، جريمة هزت كولومبيا، ماتوا فيها أولاد صغار أبرياء. وهوني إسكوبار يفقد أهم سند ليه اللي هي معاونة المواطنين العاديين، المواطنين اللي في الوقت هذا بالذات خذا بلاسته الحقيقية والطبيعية في نظرهم، شد بلاست المجرم مش بلاست بطل شعبي. ذقت الدنيا لبابلو وولا محاصر من كل جهة أمنية، الحكومة وصلت إنها تقطع الاتصالات على أكثر من حي تشك إنه إسكوبار موجود فيه، وفي ليلة باردة جات معلومة إنه إسكوبار موجود في حي شعبي وسط العاصمة. قامت الحكومة بقطع التيار الكهربائي، وقتها كان إسكوبار هو ولده وبعض المقربين منه، وولده كان مريض بالقريب يلزم يكون ديما دافي. إسكوبار ملقاش كيفاش باش يدفي ولده، فقام بحرق أكثر من $2 مليون باش يدفي بهم ولده. بدأت الأمور تضيق على إسكوبار، هذاك علاش بعث عائلته في طائرة خاصة من كولومبيا لألمانيا، أما كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية ضغطوا على الألمان باش ما يستقبلوش العائلة، وهذاك اللي صار. رجعت الطائرة لكولومبيا والشرطة هزت العائلة لوتيل وسط العاصمة وعملت عليهم حصار مشدد. هوني إسكوبار حس بروحه تهزم ولا خايف، إمبراطوريته تحتمت خاصة بعد ما فقد حب الناس ليه وتعاطفهم معاه. حاب يوصل صوته ويفهم الناس اللي هو ما عنده حتى علاقة بعملية التفجير، هذاك علاش فرح كي كلموا ولده وقالوا اللي فما صحافي حب يعمل معاه انترفيو. إسكوبار قال اللي هذه هي الفرصة باش يفهم العباد وجهة النظر متاعه، وما كانش عارف اللي الحكومة نصبت له فخ. إسكوبار قال لولده غدوة مع نص النهار قل له يكلمني، وهذاك اللي صار. من الشيرة الأخرى، أكثر من 23 جندي حاضرين للمعركة، فرق تنصت على المكالمات، مخابرات تتبع في كل حركاته. نصف النهار بالضبط يضرب التليفون، إسكوبار يحكي مع ولده ويراجع معه في الأسئلة اللي بعثهم له صحافي، وأخيرا المخابرات حدوا المكان متاعه بالضبط وصارت عملية المداهمة. إسكوبار الإمبراطور اللي كانت كولومبيا الكل تخاف كي تسمع اسمه صار هارب كل فار من شباك داره، وبزهره جاء وسط الفرقة متاع الجيش، حط يده حب يجبد الفرد متاعه باش يدافع على روحه، لكن زايد قائد الفرقة كان أسرع، 3 كرتوشات واحدة منهم ركحت في دماغ إسكوبار، دماغ فيه من الذكاء الشيء الكثير، ذكاء كان استعمله في حاجة تنفع كان خير. أما بكلنا نتفقوا اللي حب المال وطمع هما اللي وصلوه لحالته، هو مصنف كسابع أغنى أغنياء العالم لكن بفلوس حرام، فلوس خليته مصنف زادة كأكبر مجرم التاريخ، بل بالعكس مصنف كأسطورة في عالم الإجرام، أسطورة بابلو إيميليو إسكوبار.